أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية لرئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني، حيث شدد الرئيس السيسي على الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.